السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتقول الشات اللي هو البنج بيبقى الإجابة بتاعته قصيرة، احنا عايزين الإجابة تكون طويلة. طيب خلينا نجرب كده، هاجي هنا وأقول له السؤال: ما أفضل لغات البرمجة للتعلم؟ طيب الإجابة فعلا بتكون قصيرة. طب إزاي أحصل على إجابة أطول؟ شايف ال ديت ديسكفر اهوت، بتلاقي هنا عندي الشات تمام اهو، دي اللي جاب تحته، وفي كومبوز. كومبوز بيبقى عارف ان هو هيكتب لك مقاله، فهو بيقول لك التون عايزها بروفيشنال ولا عايزها كاجوال ولا عايزها فاني ولا عايزها انفورميشنال ولا عايزها الفورمات بقى عايزها بروجراف ولا ايميل ولا بلوج ولا عايزها لونج. لونج تبقى الطويله، فبقول له جنريت درافت. فهنا بص خلص هو في يعني 1 2 3 4 5 6 قول 6 سطور وسكت، واعتبر ان الموضوع انتهى. هنا لا، هنا هيكتب لك مقالة كاملة. ليه؟ لان انت قايل له ان انت عايز المقالة تكون طويلة. فهنا مثلا كتب لك بايثون وسكت، هنا اشرح لك البايثون هو ايه وايه المزايا اللي فيها. فدي افضل طريقة ان انت تحصل على مقال كامل وتقدر تعمل له كوبي ونسخ وتستعين به في اي مقالة بعد كده.